مشروع العمر عند أي أسرة مصرية عندها أولاد، هم أولادهم هم دول مشروع العمر، محتاجين نربيهم كويس، نعلمهم كويس، نخليهم عندهم شخصية يقدروا بيها يواجهوا المجتمع ويكون عندهم ثقة في نفسهم. بعض التصرفات أو العبارات أو طرق التعامل مع أولادنا من هم لسه صغيرين بتخليهم عندهم اهتزاز في ثقتهم في نفسهم، عندهم شك في ذاتهم وفي قدراتهم. إزاي ممكن نعزز الثقة عند أولادنا؟ وايه السن اللي من عنده لازم نبتدي ناخد بالنا احنا ازاي بنتعامل مع اولادنا؟ هنتكلم النهارده في الموضوع ده مع ضيفتنا اللي مشرفانه، دكتوره امنيه طه، استشاري الصحه النفسيه في جامعه عين شمس. اهلا بيكي يا دكتوره. اهلا بيكي. صباح الفل. صباح الخير يا دكتور. وخلينا ننطلق من اللي ايه كانت لسه بتتكلم فيه، ايه الممارسات اللي ممكن تعملها الام او الاب اللي بتخلي الطفل يطلع ما عندوش ثقه في نفسه؟ طيب خلينا نقول من الاول خالص، احنا اطفالنا كلها يتولدوا عندهم ثقة بالنفس، عندهم حب للنفس، عندهم تقدير في الذات عالي جدا. مع الممارسات دي بقى هنا بيحصل ايه؟ الصدمة بتاعت انا ضعيف الشخصية، انا ما عنديش ثقة في نفسي. ايه هي بقى؟ ايه هي بقى؟ اول حاجة النقد المستمر، نقد هدام طبعا، ان انا طول الوقت باصص على ابني وعمال انتقد فيه. تاني حاجة المقارنات، خليك زي كذا، شوف مش عارف ابن اختك بيعمل ايه، شوف اخوك بيعمل ايه، كل ده بيخليه هو كمان في حالة من التوهان، يعني انا مطلوب مني اعمل ايه. تالت حاجة الاحكام، انا كل شوية عمال اسقط احكامي على الطفل، انت كذا انت كذا، واسميه باسماء ممكن ما تكونش فيه، انت يعني كذاب، انت غبي، انت ما بتفهمش، انت مش عارف ايه، وهو لسه صغير فبيبتدي يصدق ده عن نفسه. فمطلوب مني ان انا اكون زي فلان، مطلوب مني ان انا ابطل كذا، مطلوب مني ان انا اعمل كذا، فده بيخليه ايه طول الوقت انا عايزه ابقى زيكم، حاسس انه مش كفايه، مش منتمي، امه وابوه انا مش منتمي، فلازم ابطل كلمه اعمل كذا عشان احبك. الحب المشروط ده بان الطفل لازم يعمل حاجه، لازم يقدم حاجه، دي كارثه. انا بحب ابني او بنتي طول الوقت. طب وايه يا دكتوره امنيه لو عملنا العكس، انه طول الوقت بشجعه وطول الوقت بقول له الله قد ايه انت ذكي، قد ايه انت مبهر، قد ايه، مش ده ممكن اصلا يخليه مش مدرك لحقيقته، يعني منفصل عن الواقع، يعني نوعا ما منفصل عن الواقع لو انا بقول حاجه مش فيه؟ طب لو انا عايزه اخلي لا من باب التشجيع ممكن أوكي. تكون مش فيه، ممكن تبقى فيه، ما هو اوريدي هو بيتولد عنده الحاجه دي، عنده الحاجه اللي هي بسببها بقى فيها نقص، فانا عايزه ازرعها فيه من جديد، فهي اوريدي موجوده، بس كل اللي فيها انها اختفت شويه. بس مرحله هي عمريه يعني في الثانيه اعتقد بدات ان تطلع. هي بتقصد ان هو ممكن يكون مثلا مش سريع في الجري، مش رياضي، بس انا قاعد اقول له انت اسرع واحد في الكون، انت يعني من باب التشجيع، هل ده مش بيبقى فيه نوع من التضليل يخليه منفصل عن الواقع، مش عارف ايه طبعا السمات؟ لو انا قارنته بحاجه اعلى من قدراته. لكن انا دايما بقول ايه، نسيب ابننا هو يختار، اشوف هو اصلا سريع وعنده قدره على السرعه، هو اصلا بيحب الجري، طب هو اصلا بيحب الرياضه دي، يعني مثلا هو ما بيلعبش كوره، اقول له انت لعيب فظيع، محمد صلاح بالظبط، منك انت لعيب فظيع، انا اصلا ماليش في الكوره، يعني ايه كوره اساسا ما اعرفهاش. تمام. طب ايه العلبات او الاعراض او التصرفات اللي تظهر على الابن او البنت اقدر من خلالها اقول ده مهزوز، ثقته في نفسه مش كامله؟ اول حاجه التردد طبعا، ان انا طول الوقت خد قرار، طب سيبيني افكر شويه، وده بيبان لنا كمان مش الطفل الصغير على فكره، احنا لحد 18 سنه بنقول ان في اطفال بيبان عليهم ده، ان انا مش عارفه اخد قرار، طب هنروح كذا ولا نروح كذا، طب هتلبس ده ولا هتلبس ده. تمام. فسرعه اتخاذ القرار هي اللي بتبين، لا طب اختاري لي انت، انا مش عارف، كل شويه انا مش عارف. تمام. تاني حاجه عنده اهتمامات بنفسه، يعني هو عارف انا عايز ايه، اولوياته لنفسه، ولا كل حاجه انا بعمل كذا عشان كذا. يعني بمعنى الاب والام دايما في فتره اخيره يقولوا البس كويس عشان لما كذا يشوفك يقول ان انت كذا، اقعد كويس عشان لما كذا يشوفك يقول ان انت مؤدب. فاصبح الطفل قيمه وراءه عن نفسه مين المتحكم فيها؟ الناس. الناس. فانا هعمل كل حاجه ارضاء للناس. هل في سن معين هو ده اللي المفروض يبتدي ياخد بيه قراراته بنفسه، ولا في اسيبه من هو صغير هو اللي يدخل؟ يعني في بشوف امهات بتسيب اطفال، بمعنى كلمه اطفال، يعني لحد ما مش مدركين لا عايز تلبس ايه النهارده، فهو يدخل يجيب ده ويجيب ده وهو اللي ياخد قراره. هل ده بيخلي عنده ثقه في نفسه، ولا في سن فترة معين؟ احلى فتره نشتغل عليها الموضوع ده اول 7 سنين. اول 7 سنين. فايا كان، حتى احنا بنقول دايما نتعامل بذكاء مع الطفل، انا هطلع حاجتين في اللبس انا موافقه عليهم اصلا واسيبه هو يختار،
مش هطلع حاجة بقى انا اصلا مش موافقة عليها اقول له اختار، حلو ده. فاهماني؟ هطلع اتنين مشوار مثلا انا عايزة اعمله، هنروح النادي او هنروح نشتري حاجة، الاتنين انا موافقة عليهم، نروح ايه الاول؟ اديله اخيره حتة هو يبقى صاحب الاختيار القرار. بالظبط، هنذاكر مادة كذا او مادة كذا، احنا بس كده كده المهم هنذاكر هنذاكر. يعني كده كده احنا هنذاكر طبعا المهم هتذاكر. بالظبط، لكن اديته اوبشن بقى تذاكر ولا تاخد بريك، فطبعا طب هيقول لو لك هو اخد بريك. الطفل مهزوز، ثقته في نفسه مش كاملة، شاكك دايما في نفسه وفي قراراته، ما بيعرفش ياخد قرار، كل الاعراض او العلامات اللي حضرتك قلتيها دي، ازاي ممكن ارجع له ثقته في نفسه مرة تانية؟ طيب عشان ارجع الثقة لازم نبدل بقى كل اللي احنا قلناه، ان انا طول الوقت بعامل احمد اسمه احمد بس، مش احمد اخو كذا ولا احمد ابن كذا ولا احمد في الفصل الفلاني، لا احمد بصفاته اللي فيه بالقدرات اللي عنده بالمهارات بتاعته. تمام، فانا هبعد المقارنات تماما، هبعد ان انا اسميه باسامي ممكن ما تبقاش فيه. تمام، هتجاهل الاخطاء، ودي حاجه مهمه جدا المفروض ان احنا نشتغل عليها، اتجاهل الاخطاء. الاخطاء وده صح؟ اه احيانا بيبقى صح. حلو، اتفضلي. ليه بقى بنتجاهل الاخطاء؟ عشان طول الوقت لو انا حاطه شماعه الحاكم الناظر على ابني انا بعمل فيه ايه؟ هيخاف يجرب حاجه كهربه اصلا لحسن يغلط. طبعا بكهربه، اللي هو ده ماما بصه إيه؟ ما عنديش ثقه ان انا اجرب حاجه لنفسي. فلازم شويه ابتدي اتجاهل. دايما بنقول لو انا ابني بيعمل اخطاء 10 حاجات في اليوم، والله انا هعلق على حاجتين بس، وبالاسلوب برضو اللي ينفع ان انا اعلق بيه، وثمانيه مش مهم تجاهلي، عشان هي الاخطاء دي هي اللي هتعلمه مش انتي. مهما تقولي له هي الاخطاء دي لما يحاول ويجرب هيعرف ان مش ده الطريق، ده الترابيزه دي خبطتني في رجلي، فالمره الجايه هعدي من الناحيه التانيه. طيب ازاي ان انا ازرع الثقه بالنفس بدون الوصول للغرور؟ لان هي زي ما بيقولوا دايما الغرور، غرور لان الثقه بالنفس يا ما بتزيد بيبقى في شعرايه زي ما بيقولوا، ما بين انها بتزيد فتتقلب غرور، او ان هو يبقى واثق من نفسه وفي نفس الوقت بعيدا عن هذه الصفه القميئه بالتاكيد الغرور. طيب في حاجه مهمه جدا، ان احنا كلنا عندنا في شخصياتنا حاجه اسمها جانب نوراني وجانب مظلم. الجانب المظلم ده اتكلم عليه عالم اسمه كارل يونج، بيقول ان ده اسمه الشادو، يعني هو اوريدي فينا صفات خفيه تمام احنا بنكرهها في نفسنا بس مش معترفين بيها. فبنبتدي زي ما بنعمل عمليه كبت كده، انا عايزه اداريها، انا عايزه اخبيها. فالعكس الصحيح بقى ان انا المفروض اشوف الصفات دي اتقبلها في شخصيتي عشان تبقى قدامي طول الوقت، وابتدي ان انا اتقبلها. تمام؟ طيب عشان اوصل للحته بتاعت الغرور بقى، ان انا ايه الصفات اللي انا ينفع اشتغل عليها توصلني للثقه بالنفس، وايه الصفات ان انا لو زودت شويه ايوه توصل للايجو، توصل للغرور. تمام؟ انا بقول ايه للاخرين؟ يعني ممكن امدح حد قدامي اقول والله ده شعرك حلو النهارده، ده ستايل لبسك حلو، انا بحب فيكي الصفه الفلانيه. تمام؟ فدي حاجه شخص واثق من نفسه. بالظبط، دي الثقه بالنفس. الغرور والايجو انا بس، فمش هعرف اعمل كده. بس ده يعني حضرتك بتتكلمي على اداؤه هو، انا بتكلم على الام ان هي بتقعد تقول له انت شاطر وانت احسن واحد وانت 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 وانت، فتوصله لدرجه الغرور. فايه الخط الفاصل علشان ما يوصلش للدرجه دي؟ البالانس ما بين ان انا في حاجات حلوه هقولها وفي حاجات وحشه هقولها. يعني انا مش طول الوقت اصلاح، انا دايما بحط نظر ابني على كلمه اصلاح. انت في نفسك كلنا فينا حاجات ايجابيه وحاجات صح. سلبيه. تمام، زي ما كنا بنقول الجانب النوراني والجانب المظلم. فالجانب النوراني ده حلو ان هو عندك، فده اللي هنقول عليه برافو شاطر. تمام، طيب البالانس بيحصل امتى؟ لما ابتدي اظهر الجانب المظلم واقول له يشتغل عليه ازاي. طب طريقه بقى لكن ان انا اقول له، يعني طريقه انتقاد الطفل لو هو في حاجه بيعملها غلط، في طريقه بنصحح له بيها بطريقه كويسه هو بيتقبلها وما بيتهزش ثقته في نفسه، وفي طريقه ثانيه بنقد هدام. تكرهه في اليوم اللي عمل فيه الحاجه واليوم اللي قلتيه. ايه الفرق بين النقد الهدام والنقد البناء؟ النقد الهدام انت 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 مفيش حاجه ايجابيه. تمام، ده هدام. ولو غلط ما بذكرش الايجابي او المحاسن اللي فيه، لا انا ببتدي بقى هنا ايه اقول له انت عملت كذا بس كان الاحسن لو عملت كذا. اوكي، فانت عملت كذا حلو، برافو، مقبول، بس الاحسن لو عملت كذا. ده هيتقبل مني. فهنا الغلط اللي عمله حتى انا متقبلاه وبعرفه ان انا متقبلاه، وانت كمان المفروض تتقبله. عادي، كلنا بنغلط. تمام، فاول درجات الثقه بالنفس ان انا اشوف اخطائي
واتقبلها وبعدين اشتغل عليها. نقطة مهمة جدا الأطفال بيواجهوها أو بيتعرضوا ليها التنمر، يمكن من الحاجات اللي انتشرت بشكل كبير مؤخرا. إزاي طفلي لو اتعرض للتنمر أخلي أو يعني ما خليش ده يفقده ثقته في نفسه، ويقدر يتعامل إزاي؟ طيب إحنا دايما بنقول الحاجة فيها اكتشينج، تبادل. أنا النهاردة ابني لو حصله تنمر وسكت، هنا تهتز الثقه بالنفس، صوره الذات عنده تنهار. تمام. طيب التشينج ده بيحصل ازاي او التبادل ده بيحصل ازاي؟ ان انا في عقاب للشخص التاني، بس هل هو هيقدر يقوم بيه ولا لا؟ لو هو في كلاس مثلا وحصل تنمر، ايه المفروض يحصل؟ سواء بقى المدرسه هي اللي تتدخل بالظبط، بس يتم العقاب قدامه. يعني في بعض المدارس دلوقتي او مدرسين في المدارس، طيب حاضر ماشي وخلاص. يعني بصي هنضرب يعني مثال، هقول له معلش، يعني الطفل يجي يشتكي معلش، هل معلش قال لي كذا؟ لا طبعا، يعني هو ده اللي بيقول عليه. مثال مثلا جت بنت صغيره تقول لمامتها انا صاحبتي اتريقت عليا مثلا وقالت لي ايه ده شعرك خشن مثلا، المفروض الام تتصرف ازاي؟ تقول للبنت ايه؟ المدرسه بتتعامل ازاي؟ الشكوى هنا رايحه للام ولا رايحه للمدرسه؟ رايحه للام. للام صح كده؟ طيب مين البنت؟ هنجيب البنت دي تمام ونحاول نقول لها هتقول عبارة مختلفة تمام. وبالنسبة لرد الأم هنقول لها إيه؟ هتقول لها إن أنت مختلفة، أنت شعرك حلو ولايق عليكي وربنا خلقك بيه فميزك بيه تمام. فبتحاول تبدل الصورة الذهنية اللي دخلت لها تمام. طيب الناحية التانية تعلمها إزاي ترد تمام. لما حد يقولك حاجة فيكي وانت شايفه، طبعا هنا لو ثقه بالنفس عندها كويسه ومقتنعه بشعرها مش فيش حاجه تفرق معاها، لكن لو حصل ان البنت حساسه بتتاثر تردي ازاي بقى؟ تردي ان انا اقول لا انا شعري كويس، انا بحبه اصلا، انا متقبلاه في شخصيتي، وبتبتدي ان هي تعبر عن نفسها. المدرسه نفس الفكره، يحصل الرد من البنت قدام البنت مش من وراها، عشان تحس ان هي رجعت لها ثقتها بنفسها. الصوره الاولانيه حاجه والصوره الجديده حاجه ثانيه. تمام. شكرا دكتورة أمنية طه، استشاري الصحة النفسية بجامعة عين شمس، شرفتينا وفاتينا.